الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، غدا إن شاء الله تعالى ستكون ليلة النصف من شعبان، وأنا حببت أن أذكر قبل أن تهجم علينا الليلة. وليلة النصف من شعبان تعني أمرين: الأمر الأول رفع الأعمال، احنا عرضنا عليه في الجمعة اليوم، حتى نعرف حقيقة هذا الأمر لابد أن ندرك كيف يسجل الله علينا الأعمال، مراحل التسجيل وقواعد التسجيل. هذا موضوع. موضوع الثاني أن هذه الليلة حدث فيها تحويل القبلة، وتحويل القبلة احنا نأخذ عنها قصة حادثة تاريخية وقعت، لكن لا، الحقيقة هي منهج تربوي رباني. سنوضح كيف ربي الصحابة بهذا الأمر، وكيف تربى به الأمة. فسنعرض الليلة، سمحونا عن بعد عن سياق الآيات، سنعرض لهاتين القضيتين حتى نهيئ نفوسنا لليلة الغد. ليلة النصف من شعبان كما قلت ليلة رفع الأعمال عند كثير من أهل العلم، واستدل بالحديث، حديث الترمذي، والحديث صحيح، لأن بعض شبابنا الأيام دي على النت يطلع يقول لك لم يثبت حديث، لا ثابت حديث، والحديث في صحيح الترمذي، وصححه الألباني وغيره، بل الإمام الترمذي نفسه صح، بل هو كما قال يعني الشيخ الألباني أصح حديث في الباب. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان نظر الله إلى عباده فغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاح. طريقة الحساب حتى ندرك يعني رفع الأعمال، ما في نصوص جاءت في رفع الأعمال. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبكم ملائكة بالليل والنهار، فينزل ملائكة من السماء إلى العصر في صلاة العصر، فيشهد معكم صلاة العصر مع ملائكة النهار، فإذا فرغ الناس من صلاة العصر صعد ملائكة النهار وبقي معكم ملائكة الليل إلى صلاة الفجر، فينزل ملائكة النهار فيشهد معكم صلاة الفجر، فإذا فرغت من صلاة الفجر صعد ملائكة الليل وبقي ملائكة النهار، فإذا صعدوا الله سألهم: ما حال عبادي؟ فيقولون: ربنا جئناهم يصلون، تركناهم يصلون، جئناهم يلعبون، تركناهم هم يغنون، على حسب حالك. وضحت؟ هذا يسمى تقرير يومي، يرفع إلى الله على أعمال العباد اليومية. هناك تقرير أسبوعي، يوم الاثنين الخميس النبي صامهم، فسألوه عن سر صيامه يوم الاثنين الخميس، قال: فيه ما ترفع الأعمال. ففي رفع التقرير يومي مرتين في اليوم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الصبح العصر، وذلك يسمى صلاة البردين، والصلاة مشهودة: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر
كان مشهودا. فشهود الملائكة لصلاة الفجر والعصر ثابتة، وكذلك يوم الاثنين الخميس يتابعه، وأرفع تقرير أسبوع. لكن الكتاب الذي يكتب فيه مستمر كما هو، وتستمر في الكتابة لمدة عام من شعبان لشعبان. ختم الكتاب ورفعه يقع في شعبان، ولذا أكثر النبي الصيام كما حدث ثبت في حديث أسامة زيد، حتى سأله قال يا رسول الله ما لي أراك تكثر الصيام في شعبان أكثر من كل شهر عدا رمضان، قال شهر فيه ترفع الأعمال وأنا أحب أن يرفع عملي وصائمي. فقضية ختم الكتاب ورفعه ما عاد هناك مجال للتسجيل. التسجيل نفسه له ثلاثة مراحل. أول مرحلة ساعة وقوع العمل سواء طاعة أو معصية. رب العباد يقول ما ألفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من رقيب عتيد؟ ها؟ ها؟ طب واحد من رقيب واحد عتيد؟ درسوا لنا زمان أطفال في المدارس يقول لك على يمينك رقيب وعلى شمالك عتيد، هذا خطأ فحش. كلا الملكين موصوف بأنه رقيب عتيد. الآية فيها أسلوب بلاغة عالي جدا يسميها أهل البلاغة أسلوب الحذف، وقالوا الحذف من بلاغة العرب. الجملة الكبيرة يختصرها في جملة صغيرة. ما معنى الجملة؟ ها؟ الآية ما يلفظ من قول في الخير إلا لديه رقيب عتيد يسجل الحسنات، وما يلفظ من قول في الشر إلا لديه رقيب عتيد يسجل السيئات. عن شمال إيه هذه الجبل بكاملها بنختصر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وده من البلاغ. وإن لم تكن البلاغة في القرآن فأين البلاغ؟ واضح المعنى؟ فكل ما نقول وما نفعل يسجل. طريقة التسجيل، رب العباد أعطى ملك اليمين سلطان على ملك الشمال ولا عكس، فحال فعلك الحسنات تسجل فورا. كم تسجل؟ سنوضح. حال فعلك السيئة يهم ملك الشمال بالتسجيل، فملك اليمين يأخذ على يده يقول أنظره عله يستغفر أو يتوب. كم مدة الإنذار؟ ينظر قد إيه؟ ها؟ ما هو فعل الذنب، التسجيل بعد الفعل مش قبله. مدة الإنذار ثبت روايتين، رواة الترمذي 6 ساعات، يعني كل ذنب أذنبته لا يكتب إلا بعد 6 ساعات، هذه تسمى مدة الإنذار. لو استغفرت خلالها لا يكتب الذنب. رواية البخاري قال ما بين الصلوات، والحديث ثابت في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يبقى كل ذنب أذنبته لو انتظمت في صلاتك في وقتها، فرض الله عليه 5 صلوات ووقت لها وقت، إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتاب موقوت، انتظمت الصلاة في وقتها وسن لنا رسول الاستغفار دبرها، سن لنا عند ختم الصلاة أن نستغفر الله. صليت الصلاة تمنع تسجيل الذنب، استغفرت الذنب يمنع تسجيل الذنب. واضح المعنى؟ فالحسنات كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهب عن إيه؟ يمنع كتابتها. وكذلك الاستغفار، فلو أن عدم تسجيلها ماذا يسمى في الشرع؟ عدم الكتاب، ذنب اختلف ولم يكتب، ماذا يسمى هذا؟ رب من؟ ها؟
ربنا سمى العفو. الله يفتح عليك. يبقى العفو عدم تسجيل الذنب بعد فعله. لما نقول واعف عنا، طبعا الناس فاهم العفو الصفح يعني سامحنا. العفو هنا معناه يا رب الذنب الذي اقترفناه ولم يكتب نسألك ألا يكتب، عشان نفهم ما ندعو به. واضح المعنى ده؟ لذلك دي القاعدة، إن الذنب إذا فعل بالفعل حال فعله يؤجل التسجيل، وتتاح للإنسان فرصة أن يستغفر أو يأتي بطاعة تمنع تسجيل الذنب. تخيل لو الإنسان انتظم في صلواته الخمسة واستغفر الله دبر كل صلاة العام كله، لم يكتب عليه ذنب واحد. ودي ثمرة العفو. مسألة كبيرة جدا جدا. ولولا العفو لهلكنا. كل المصائب التي تنزل علينا تنزل بسبب الذنوب التي كتبت ورفعت، ليست التي عفي عنها. لذا يقول تعالى وما أصابكم من مصيبة، ومن هنا من ألفاظ العموم تشمل أي مصيبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الباء قال أهل اللغة سببية، أي فبسبب ما كسبت أيديكم بس. لا، قال ويعفو عن كثير. يبقى لولا القدر اللي رب العباد عفى عنا لأهلكنا. ولذا صرح موضع آخر قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، لو أخذنا بكل ما كسبنا. وبعدين خلي بالك فرق بين كسبوا واكتسبوا. ما كسبوا ما وقع لهم باختيارهم أو بغير اختيارهم، وما اكتسبوا ما وقع باختيارهم فقط. هنوضح جاي، وضحت؟ أنا بشرح ألفاظ دقيقة وكلنا بنقرأ في القرآن، لكن عزيز منا من يميز بينه. فيقول تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب. يعني لو أخذ الناس بكل ما وقع فيه ما أبقى على ظهر الأرض لا إنسان ولا حيوان ولا دب ولا حشر. لو أخذنا بكسب، بل ما هو أشد، لو أخذنا ببعض ما أكسبنا ظلما العباد أو ظلما لبعضنا. لذا صرح في موضع آخر فقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، بالظلم بس، ما ترك عليهم دب. إيه سبب عدم أنه لا يعني يعاقبنا هذه العقوبة؟ العفو، لأن محيت به ملايين الذنوب لم تكتب، لم تكتب. ويعفو عن كثير. بل ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بعبد يوم القيامة مؤمن فيأخذه الله تعالى في كنفه فيقول أي عبدي تذكر ذنبك يوم كذا بكذا؟ نعم يا رب. وتذكر ذنبك يوم كذا بكذا؟ نعم يا رب. فيقرره ببعض ذنوبه، مش كل ذنوبه، حتى يظن العبد المحاسب أنه هالك لا محالة من كثرة ما اقترف. فيقول له تعالى أي عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا ذا اليوم قد بدلت سيئاتك حسنات. العبد يسمع بدلت سيئاتك حسنات دي يطمع، يقول يا ربي إن لي ذنوبا لم تسجلها علي ملائكتك. النبي يضحك حتى بدت نواجذ. إن لي ذنوبا لم تسجلها علي ملائكتك، فيقول تعالى هذه قد عفونا عنها. يعني تلم وخلى عندك دم، لو دخلت في حساب كان زمانك رحت بستين ألف داهية. وصلت؟ هذه قد عفونا عنها. إذا لما نسمع كلمة ويعفو عن كثير دي من أجل نعم الله علينا، أن ملايين الذنوب تخترف وبطاعة أو باستغفار لا تكتب ولا تدخل في حساب. وهذا من لطف الله علينا.
هذا من لطف الله علينا الكبير الذي لا حد له. بل ما هو أشد، الحسنة إذا أتيتها تضاعف والسيئة تحج، ودي قاعدة في التسجيل. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فقال يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها 10. 10 دي حد أدنى ولا أعلى؟ أدنى. لذا قال في بقية الحديث فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يبقى الحسنة الواحدة ممكن العمل الصالح الواحد ممكن تأخذ 10 حسنات، ممكن تأخذ عليه 700، ممكن تأخذ عليه 700,000، ممكن تأخذ عليه 10 مليون على نفس العمل، على نفس العمل. طب من أين أتى الفارق؟ عمل البدن واحد، يعني كلنا صلينا على شيخ خلف الشيخ عبد العزيز، قمنا بقيامه، ركعنا بالركوع، سجدنا بالسجود، هل اختلفنا في عمل البدن؟ لكن هل استوينا في الأجر؟ قد يكون الفرق بين المصلي وجاره من 10 حسنات ل10 مليون حسنة. من أين أتى الفارق؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من عمل القلب. ما الذي دار في قلبك حال صلاتك؟ واحد، القلب له 3 قوى رئيسة عشان نفهم بس، لأن أي عمل يفعله بدنك اعلم أن قبل فعل بدنك قد مر بقلبك، وما دام مر بالقلب حيمر ب5 مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. 5 مراحل. لو هنحسب على كل مراحل لهلكنا. بل لما نزلت آية الحساب أزعجت الصحابة كلهم، لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يقول جابر بن عبد الله فجاء الصحابة مسرعين، اللي سمع الآية في متجره أو في مزرعته أو في بيته كلهم جاءوا مسرعين إلى المسجد، ودخلوا المسجد وجلسوا جميعا على ركبهم جلسة المتحفز. إيه مصيبة وقعت بالنسبة له، كارثة كبيرة جدا. هذه الجلسة جلسة المتحفز لأمر جليل وقع له. فالنبي خرج من داره شاف هذا المشهد، كل الصحابة جالسين على ركبهم، فسأل أي شيء هذا؟ إيه الحكاية؟ إيه اللي حصل؟ قال يا رسول الله حملنا ما لا نطيق. نبيت من حمله؟ الوحي كله من القرآن هو ناقله إليهم، والسنة صدرت عنه، فمن أين حمل ما لا يطيقون؟ فالنبي فهم أن هناك خطأ في فهم النص يقينا، سواء كلام الله أو كلامه. فقال أي ذلك؟ إيه في أي موضوع أنت حملت فهم التخون؟ قال يا رسول الله قول الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا حسبكم بالله. عقول الصحابة راحت فين؟ على ما نخفوه، ما نبدوه معروف، لكن ما نخفيه، ما الذي نخفيه؟ عمل القلب. فظنوا أن الحساب يبدأ من الخواطر وخص على السيئات. طب قد يخطر ببالنا جريمة قتل، قد يخطر ببالنا الزنا، قد يخطر ببالنا الشرك. لو أنا حسب على الخواطر يبقى رحنا في 60,000 داهية. وصل المعنى؟ لذا جاءوا جميعا جالسين على الركب وقالوا حملنا ما نطيق. ده كان موضع انزعاج الصحابة، فلقنهم النبي الدرس، قال ويحكم لا تقول ذلك. هذه الكلمة في حق الله كبيرة، لما تقول حملنا ما لا نطيق هذا سوء أدب في حق الله. إن حملنا الله ما نطيق فمن يحملنا ما نطيق؟ وهل يعرف أحد طاقاتنا غير الله عز وجل؟
وهل يكلف الله نفسا فوق طاقتها؟ يستحيل، هو أرحم بنا منه. الإنسان ممكن يكلفه ما لا يطيق، قوانين الخلق كلها قد تكلفك ما لا تطيق. ها، حط لك قوانين الضرائب يخرب بيت أبوك اللي جابوك اللي خلفوك، يحملك ما لا تطيق. ها، لما تلاقي واحد يشتغل ويلاقي الضرائب 65% من مكسبه، طب هيشحت بعد كده؟ وقس على هذا. لكن رب العباد يحمل خلق ما يطيقون، هذا يستحيل في حقه. فقال: لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا جميعا: سمعنا وأطعنا، وفرانك ربنا لك مصير. فنزل البيان من الله في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وصدر الآية بالقاعدة التي وضعها رسول الله: يستحيل يكلفكم رب العالمين ما لا تطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يعلم وسع الإنسان إلا رب، ولا يقدر على تكليفه ما في وسعه إلا رب، غيره لا. وده الفارق بين شرع الله وشرع من سواه. وضحت؟ فصدر الآية بهذه القاعدة، ثم بيّن طريقة الحساب: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها إيه فرق. طب لماذا لم يقل لها ما كسبت وعليها ما كسبت؟ لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما كسبت من السيئات. الفارق بين كسبت واكتسبت موضع الرحمة من الله علينا. ها، ما معنى كسبت؟ كل ما وصلت إليه من حسنات، سواء جاءت باختيارك أو بدفع من غيرك، تكتب لك الخاطرة من غيرك، الملك وسوس لك بطاعة تؤجر عليه، هي منك من ملك، صديقك وسوس لك بطاعة تكتب لك، هذه تسمى كسبت. يبقى كسبت تشمل الخواطر والأفكار والهمم والعزائم والإرادات الخمسة، وعليها ما لشك ما كسبت، ما اكتسبت. فالخاطرة ليست بيدك والفكرة ليست بيدك، لما تشيل الخاطر والفكرة هذا خرج من يعني يسمى كسب، لكن لا يسمى اكتساب. من أين نبدأ الاكتساب؟ من الهمة. يبقى ما اكتسبت الهمة والعزيمة والإرادة، يبقى الخاطر والفكرة راحوا فين؟ يسجل في الحسنات ولا يسجل في السيئات. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها، إلا الخاطر والفكرة، ما لم تكلم أو تفعل. فعد الخاطر والفكرة الأزعاج الصحابة عدها حديث نفس، وبين أنها تسجل لنا في الحسنات ولا تسجل عليها في السيئات. ولذلك لفظ الحديث قال: إذا هم عبدي بالحسنة. فرب العباد لم يطلع الملائكة منك إلا على الهم وما بعده، لا ما قبله، ما قبله الخاطر والفكر. وضحت؟ ها، انتوا فاهمين الفاك الخمسة دول؟ ايوه، ما احنا قلنا الخاطر والفكرة لا تسجل في السيئات، لكن رب العباد لما كلف الملائكة ما في همة إلا لما كان قبلها خاطر وفكر. الهمة تلوش لوحدها. وضحت؟ انت نفسك الخواطر يا اخواننا بسطها اكثر. الخواطر كل ما يمر بقلبك، وانت تسمع الحديث: اعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سمى خطر، خاطر. الخواطر كل ما يرد على القلب من خارجه. نفسك اللي في صدرك وهي غير القلب تضخ كل لحظة على قلبك بخواطر، ترى بالشر ترى بالخير. قال تعالى: والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. جانب الفجور فيها ضخ بخواطر في الشر. يبقى كل اللي وصل لقلبك من نفسك خواطر، إما بالشر وإما بالخير. كل إنسان منا له قرينان، ملك وشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان
ملك وشيطان، ملك يحضه بالخير ويدعوه إليه، وملك وشيطان يدعوه للشر ويدعوه إليه ويحطه عليه. دعوة الملك عبارة عن خواطر، دعوة الشيطان عبارة عن خواطر، ده بالشر وده بالخير. وصلت؟ جلساؤك تأثيرهم كله إيه؟ جليس صالح يضخ بخاطر بالخير. يبقى كل أفكاره وكلامه هيدخل على القلب في صورة خواطر، وجلس طالح يضخ عليك بالشر. حتى جوارحك، عينك من خلال ما ترى، ما تنظر إليه، تارة تورد على قلب خاطر بالخير، تارة تورد خاطر بالشر. وضحت معي؟ ممكن تشوف آية تبهرك تزداد بها إيمان، ممكن ترى حرمة توديك جهنم. وصلت؟ دي كلها خواطر بالعين وبالأذن. الأذن تورد خاطر بالخير تارة بالشر تارة. المخ والخيال يورد خاطر بالخير تارة بالشر تارة. قد يمر على الإنسان في لحظة ملايين خواطر. يعني لو أي أحد فيكم أعزكم الله جالس في الحمام كده وسرح خمس دقائق، ممكن يلف كل الأرض بالخاطر، يطلع من هنا من من تورنتو على فانكوفر، من فانكوفر على طوكيو، ويطلع من طوكيو يروح على الهند، ويطلع من الهند على مكة، يعمل عمرة ويرجع على أوروبا، وبقى وهو فين؟ لسه في محله جالس. وصلت؟ بيحصل ما حصلش؟ ملايين الخواطر تمر بقلبك. القلب كلما جاءت خواطر لا قيمة لها ولا جودة فنها، لم التفت إليه، لكن قد ينتقي منها خاطر صالح. إذا التقطها وانتقاها يبدأ يرسلها المخ، وده القدر المشترك بين المخ والقلب. المخ يا إخواني أشبه ما يكون بالكمبيوتر، والقلب المبرمج الجنس عليه، هو اللي بأخذ المعلومات ويعطيها للمخ، يلتقط الخاطرة من القلب ويطرحها للمخ. يعمل لنا عليه دراسة، يعمل دراسة قوية جدا سريعة جدا. ها المخ قوته كام؟ كام جيجا؟ سلامات. العلماء حاروا قالوا خلايا المخ التخزينية وحدها، خلايا خلية واحدة منها سعتها التخزينية تعادل كل بل ألف ضعف كمبيوترات كل الأرض، كل أهل الأرض، خلية واحدة. يبقى تقدر بالجيجا دي سلامات. طب سرعة الإنجاز والثبات تاخد كام رامة؟ سلامات. قالوا في جزء على ألف جزء من الثانية المخ يعطي النتيجة. دراسة سريعة جدا قوية جدا ويعطي النتائج القلب. مرحلة الدراسة هذه تسمى الفكر، ولذلك قالوا المخ أداة الفكر. المخ أداة إيه؟ الفكر، والقلب أداة العقل. يبقى العقل مش عضو، العقل صفة. فينا عضو اسم العقل؟ طيب سؤال، أين عقلك؟ ها؟ البشرية تاهل الآن، فريق يقول لك مخ عقلك في راسك. اللي عقله في راسه ده يبقى عاقل، واللي عقله طيب اللي تايه ومش عارف عقله فين، لا في راسه ولا في قلبه. الذي لا يعقل أين عقله يبقى عاقل. وصلت؟ إخوان ندرك، ندرك هذه حقائق ودقائق الوحي ساقها، لأنه لا أحد أعلم بما في صدورنا من رب الذي خلق، إنه عليم من ذات الصدور، ألا يعلم من خلق واللطيف خبير. وذلك السلف لهم عبارات عجيبة، أنا من العبارات اللي هزتني عبارة قالها ابن القيم قديما، قال إن الله تعالى وزع العقول فجعل عقول بعض الناس محدودة بأعضائها، قال جعل عقول بعض الناس في أمخاخهم آخر التفكير، بعد التفكير لا يفعل شيء، وعقول بعض الناس في أكتافهم عضلات وقوة، وأقول بعض الناس في أقدامهم يلف الدنيا كلها، وأقول بعض الناس في فروجهم، وأقول بعض الناس في قلوبهم، وهم أولو الألباب.
هم دول أصحاب العقول. أنا الأثر ده الحقيقة لما قرأته لابن القيم قعدت أبحث فيه وجدت لكل صورة منه إما آية وإما حديث. اللي عقله في مخ يعني آخر التفكير يفكر في كل شيء ولا يتخذ قرار في شيء. لما تسأله عن أي موضوع يا سلام يعرض عليك كل الأفكار ويقلب لك الموضوع من شمال من كل النواحي. طب ننفذ أنهي؟ طب تعمل أنت أنهي؟ ولا حاجة، لا أتخذ قرار، لا أتخذ. والنوعية موجودة، ورب العباد ضرب لنا مثلا فيها الوليد بن المغيرة أبو سيدنا خالد، كان في عصره يسمى عميد الأدب العربي. ليه؟ لأنه كان متمرس جدا في الشعر والنثر، بل هو الذي لما سمع القرآن هزه من داخله هزة شديدة، وخص آية، آية النحل، سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يقول عثمان بن مسعود قال لما نزلت تلوتها فسمعها الوليد مني فقال يا ابن أخي أعد، فأعاد عليه الآية فقال والله هذا ليس بكلام بشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. العبارة دي قرأ من الآية دي سبعة وجوه من الإعجاز، من وجوه الحديث القرآن ساقها في جملة. مخ شغال، بلغ أبو جهل أن قال هذا الكلام، بل واجه قريش قال هل جربتم عن محمد كذب قط؟ قالوا لا. هل جربتم عليه كان قط؟ قال لا. قال وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني، لأنه كان الناقد عميد الأدب. لقد سمعت منه اليوم عجبا، وردد نفس العبارة: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلى ولا يعلى عليه. أبو جهل قال له خدعك محمد، سحرك محمد، لم يزل به حتى رجع عن كلامه وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر. فنزلت آية القرآن يحكي الله فيه أن فكره وصل للغاية، فيقول تعالى فقتل كيف قدر. قتل يعني وصل لمرحلة بلغ نهاية الفكر البشري، ثم قتل كيف قدر، ثم فاق البشر بمراحل حتى بلغ نهاية ما يفوق فيه البشر. عبارة عجيبة في القرآن، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. بعد ما وصل نهاية الفكر ونهاية من تجاوز في الفكر، ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يقول تعالى سأصلي سقر. خلي بالنا، مخه قال عقله فين؟ في مخه، يحسب كل شيء حسابات دقيقة جدا ويصف وصف دقيق جدا، لكن لا يستطيع أن تأخذ قرار. لدرجة بعض الشعراء كانوا يجدوا هذه النوع من الناس، تلاقي إنسان تقعد معه أي قضية عايز يتكلم فيها، مثلا تجارة، يقول لك يا سلام المشروع الفلاني وهيربح كذا وكذا، ويحسب لك المشروع ونتائجه وبداياته ومقدماته ونهاياته. طب نعمل مشروع تنفيذ؟ لا. ولو واحد أخذ المشروع اللي هو قال عليه ونفذه يقول أنا قلت وأنا فكرت وحسبت، طب والنتيجة؟ حسبت، لكن فين التنفيذ؟ فين القرار؟ حتى إن أحد الشعراء نظم على هذه النوعية قصيدة فيها يقول: ويفوز باللذات كل مغامر، ويفوز باللذات كل مغامر، ويموت بالحسرات حساب العواقب، ويموت بالحسرات حساب العواقب. فسموه حساب العواقب. حسابات أستاذ، فكر غاية في المخ، توقف عند الفكر، لم يتجاوزها لا همة ولا عزيمة ولا إرادة.
الود كان كذلك. يبقى في ناس عقولها فين؟ وقفت عند الفكر. ناس عقولها وقفت عند عضلاتها، وخاصة اللي ربوا تربية عسكرية على تعطيل مخه وإعمال جوارحه. ها؟ والقرآن ذكر هذه النوعية. ملكة سبأ لما جاءها كتاب نبي سليمان استشارت من؟ الملأ كلهم عسكريين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. تعرض عليهم قضية مشكلة عشان يساعدوها في الحل. الرد إيه؟ قالوا نحن أولو قوة عضلات وأولو بأس شديد. حاجة عايزة قوة عضلات هنجهزين، عايزة مخ مش بتاعتنا دي. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. دول أذكى عسكريين في التاريخ لأن عرفوا إمكانياته. لكن اللي يبقى عسكري حمار ويقولك أنا أعرف كل شيء وأنا طبيب الفلاسف وفلسوف الأطباء، ودى الدنيا كلها في منه. وصلت؟ الله يجعل كلامنا خفيف. يبقى مخه فين؟ عقله فين؟ ده ما حصلش مخه، ده لا في مخ ولا قلب. يبقى لا مخ ولا قلب. ففي حاجات كده. الله الله يرحمه يرحمه الشيخ كشك. واحدة كانت ايه صارت عليه ثورة عالمة لما كان يتكلم على موضوع الشهادة، وان شهادة الرجل يعني شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. واخذ خطبة عليها، فطلعت واحدة مجرمة تقول له بقى انا اللي معايا ثلاثة دكتوراه مخي ما يسويش مخ البواب وشهادتي نص شهادة البواب؟ يا عم الشيخ فين العقل فين المخ؟ هو ده تشجع ربنا؟ قال لها بص يا بنتي الكلام ده ربنا قاله لأمهات المؤمنين، هم اللي كانوا بنص عقل، لكن انت وأمثالك لا نص ولا ربع. لا نص ولا كان شكشك. انتوا بلا عقل ما حصلتوش حاجه خالص. نسال الله العفو والعافيه. فاذا ندرك فده لا حصل لا مخ يفكر ولا قلب يعقل، اخر عضلاته. وفي هذه النوعيه موجوده في البشر. وفي ناس عقلها فين؟ في رجليها، من ساعه ما اصحى لغايه ما ينام عايز يلف. رحاله ابن بطوطة ونعم موجود حتى في الصحابة. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أم أيمن وقالت يا رسول الله خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم أيهما أنكح؟ أتجوز من فيهم؟ قال أنكح أسامة بن زيد. قبل حاجة استانت صلى الله عليه وسلم بأبي أنتم يا رسول الله. قال أما معاوية علل، أما معاوية فصعلوك. معاوية بن سفيان أبوه كان أغنى أغنياء قريش، لكن كان بخيل جدا جدا جدا. سيدنا أبو سفيان صحابي مش زعل، لكن كان شديد بخل. فابن معاوية صعلوك يعني لا مال له، مفلس يعني مفلس بلغة العصر. ده مصلحة هيأكلك من فشار من فين اللي أصبح بعد كده خلفت مسلمين تغير الحال. لكن في هذا التوقيت كان هذا حال. أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم وهو الشاهد قال وأما أبو جهم فلا يضع سيفه من على عاتقه. رحالة طول اليوم حط الخرج على كتافه بلف. ينفع الست تعيش معاه؟ مش هتشوف. فاستبدلهما النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة، انكح أسامة. إذا ندرك يبقى في إنسان من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام مخه فين؟ تفكيره فين؟ عقله فين؟ في الرجلين. السياحة والرحلات، خاصة دلوقتي مع الكاميرات ومع التصوير، يقول لك مسافر وبرامج مسافر وتنمي فين هذا الفكر، والناس تشتاق وكله عايز يطلع يلف في الدنيا.
نسأل الله العفو والعافية. وهناك من عقله في فرج، وانت عندكم نموذج مشهور جدا فرويد اللي ربط الدنيا كلها بالفروج، يقول لك ربنا يعني ايه اوجد العواطف بين الناس عشان الفرج بس. البنت تحب ابوها عشان الجنس، والولد يحب امه عشان الجنس، والناس بتحب بعضها عشان الجنس، حاجه تانية لا. ده دماغه فين؟ عقله فين؟ وصلت؟ خلصت. وفي ناس عقولها في قلوبها، وهؤلاء هم أولو الباب. وصل المعنى؟ طيب كل واحد يدور على نفسه بقى، عقله فين؟ بعض الناس يقول لك احنا المخ يعني الفكر وانتوا العضلات، للأسف قالوها علينا أعداؤنا، قالوها علينا، عايزين هم اللي فكروا لينا في كل حاجة، وإحنا عبارة عن عبيد نلهث وراءهم للخدمة. هذا فكر خبيث دعا إليه كثير من أهل الكفر، وما زالوا يهم الناس أنهم أصحاب الفكر وغيرهم أصحاب العضلات. إحنا المخ وإنتوا العضلات، قالوها بهذا اللفظ حتى ندرك هذه المعاني يا إخوان. يبقى إذن أين العقل؟ نرجع، يبقى الخاطرة أول ما يمر بالقلب، الفكرة مشاركة المخ لهذه الهمة لهذه الخاطرة لدراستها وعرضها على القلب. إن جاءت نتيجة الفكرة أن هذه الفكرة فاسدة لا جدوى لها، دفنها القلب. فإن جاءت القلب ولها جدوى، القلب ينقلها الهمة. إذا اجتمعت عليها الهمة، الهمة باختصار شديد يقولنا الاهتمام، الاهتمام بيولد قوة تسمى الهمة. أقربها بمثال، لو أي واحد في الجلسين أمام الآن جاءه الآن خطاب رسمي من رئيس الدولة أن معه لقاء الساعة الثانية ليلا الليلة دي، هيكمل معنا الدرس؟ ها؟ بلاش يا سيدي رئيس الدولة، ها؟ رئيس دولة أنت بتحب، ولي أمر أنت تقدره، مبسوط وغني وهيزبطك، هتعمل إيه؟ هتكمل معنا الدرس؟ طيب هتروح تنام لو متعود تنام بعد العشاء؟ هتخلص وتروح؟ هتغير كل قواعد حياتك، ما اعتدته كله تغيره. الاهتمام بتنفيذ هذا الموعد سيجعلك تأخذ بكل سبب توفي من خلاله بالموعد. هتعيد تنظيم حياتك، ساعات نومك، ضبط ساعاتك، مش طاقتك لوحدك، لا وطاقات من حولك، توصي مراتك وعيالك، نعمل نبطشية أحسن ننام كلنا، أم فلانة تنام من ساعة كذا لكذا وفلان يصحى من ساعة كذا، ومصحابك ها يا فلان اوعى تنسى تتصل بي ساعة كذا قبل المعاد، ها وهسيب التليفون مفتوح أنا بقفله لما بنام، ها أغير عادات هسيب مفتوح رن علي وما تسيبنيش لغاية ما أصحى، ده ما كانش هربط في رجل الحبل وعلقهولي من الشباك وأقول له شد الحبل لغاية ما تسيبنيش لغاية ما أقوم، مش كده ولا إيه؟ ليه؟ اهتم بموعد يؤدي الوفاء به لأن وراءه مصلحة فيه، أخذ بكل الأسباب التي تعينه على الوصول للموعد لما اهتم به، هو ده الهم. أنا بسطته لكم بسطة شديدة جدا عشان تدرك يعني هم، قوة شديدة في القلب تجعل الإنسان يأخذ بكل سبب لتحقيق ما اهتم بتحقيقه. اختصرت لكم الاهتمام اهو الهم بشكل شديد، والهم مذكور في القرآن نصا، ها قال تعالى وهموا بما لم ينالوا وجعله فعل، فعل يعاقب عليه وحاسب عليه وأجر عليه. وقال تعالى ولقد همت به
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فلها هم، وليوسف هم مختلف. همها إيه؟ همت به هم جذب ليزني بها، همت وقع منها الهم، ولذلك ربنا أكد ولقد همت. الواو هنا القسم، يعني والله لقد همت به، هم جذب للزنا. طب وبعدين؟ طبعا بخطاء الشائع انك لا تقف عند هذا الحد، تقول لقد همت به وهم بها. لو قلت وهم بها وصلتها بالآية، جعلت هم يوسف كهم امرأة العزيز، وأجرمت في حق النبي الكريم. ولقد همت به، هذه جملة تامة لا علاقة لها من بعدها. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، مرتبط من بعدها لما قبله. وهم بها جواب لولا، ولولا شرطي، ما ينفعش نفصل الشرط الجواب عن الشرط، وضحت؟ لكن عندنا قاعدة إن الشرط له فعل جواب شرط وجواب شرط، ها؟ فأقول لولا مجيء الليلة ما التقينا. الأصل إن الجواب متأخر عن الشرط بل عن الفعل. لولا مجيء الليلة ما التقينا، ما التقينا الجواب. لكن في اللغة ممكن يتقدم الجواب على لولا، أقول ما التقينا لولا مجيء الليلة، تغير المعنى؟ أبدا، نفس المعنى. طيب هنا رب العباد قدم الجواب، قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فأصبحت وهم بها جواب للولا. الأصل تأخره، وهنوضح لماذا رب العباد قدمه. طب لو رجعناها مكانه هيبقى الآية إيه؟ ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. طب يبقى هم ولا لم يهم؟ لم يهم، لأنه رأى برهان ربه، فلولا أن رأى برهان ربه لهم. وقع البرهان، إذن لم يقع الهم. فالآية تنفي الهم في حق يوسف وتثبت في حق امرأة العزيز. لو قدمت الهم وفصلته عن الجواب عن الإجابة، أثبت ما نفاه الله عز وجل. طب واحد يسأل لماذا قدم الجواب وقال وهم بها الأول؟ لو قال لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لاتهمه أهل الكتاب بأنه عنين وليس برجل، كما اتهم نبي الله موسى. يا أهل الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله، قالوا جاءت في هذا المعنى، اتهموه بأنه بقصية واحدة ليس كسائر الرجال، مع قول سيدنا موسى البشر الوحيد اللي قال عنه تعالى ولما بلغ أشده واستوى، يعني استوى، قالوا اكتملت كل طاقاته، يعني بصره أصبح أحد بصر بشري، وسمعه أحد سمع بشري، وشمه أحد شم بشري، وعضلاته أقوى عضلات بشرية. ولذلك لما خرجوا لقى اتنين بيتصاروا ومن واحد بيحجز منهم، يقول تعالى فوكزه موسى. ايه وكزه دي؟ ها؟ لا زق، لا زق اسمها دفع. ها؟ ها؟ لا يا اخوانا، لو دفعوا بالكف ده اسمه لط، لو بعكس الكف اسمه لكمة، يبقى اللطمة بالكف واللكمة بظهر الكف، الوكزة بأطراف الأصابع، بحدث بين اتنين عملت كده، دي تقتل، الرجل مات بيها. وذلك فرعون نفسه اللي ربي سيدنا موسى في بيته كان مرعوب منه موت، لما دخل على القصر والوحده وفرعون في وسط حاشيته، في وسط حاشيته وجلس على كرسي وعرش، قولوا بيه زارون أقتل موسى، زارون أقتل موسى، سيبون عليه، بلغة العصر سيبون عليه. طب حد مسكك؟ حد يمسك فرعون؟ لأنه عارف نفسه لو قرب، إذا كانت الوكزة قتلت أمال لو اداله كفة عن فيه تبقى القاضي على طول، ولاكمة تبقى القاضي على طول، انتهى فرعون، فمرعوب من نموت. زارون أقتل موسى،
بتقرا القران شيء عجيب. سيدنا موسى بهذه القوه ويتهم في رجولته، اتهموا ورب العباد برأ. وهنا كذلك، لو قال ولو لولا ان راى برهان ربه لهم بها لاتهموه بانه عنين وليس برجل. فقدم الله الجواب، قال وهم بها ليثبت كمال رجولته، ثم نفاها بالاولى. ودي من بلاغه القران، سياق عجيب. ايه البرهان؟ ها؟ وايه نوع الهم عند يوسف؟ سيدنا يوسف مش هم فكر في الزنا، ما هم، لكن فكر في حاجه تانية. فكر يدفعها، لما لا هجم عليه فكر يدفع عن نفسه. الفكره قبل الهم. البركان، البرهان كان في هذه، لو دفعتها مع ثورتها لمزقت ثيابك من الامام، ولو مزقتها من الامام ما وجد دليل على براءتك. دليل البراءه في قطع ثياب الخلف. وصل المعنى؟ فنهاه ربه عن الدفع حتى لا تمضي عليه التهمه ويبقى دليل البراءه. إذن فارق بين فكره وبين همه. الهمه فعل ومحل حساب. لذا قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء مقدمة الزنا، لا نظرة ولا كلمة ولا همسة ولا أي حاجة صدرت منه، مع أن هي قالت له كل كلمة الغزل وغلقت الأبواب وقالت بس هيت، لا دي قرأت بكل القراءات، هيت لك، هيت لك، هئت لك، أربع قراءات كل قراءة بمعنى. ها أنا ذا لك، هيأت نفسي لك، جعلت كلي لك، كل كلام الغزل قيل، وكل قراءة أضافت معنى من معاني. أربع قراءات بأربع معاني. والحقيقة وزال كل قراءات قرآن، قرآن له حجية القرآن وله عبودية القرآن، قرآن. فلما تأتي الكلمة بكل العبارات، كل عبارة من هذه قالتها ايه؟ ايوه، لما قال همت فرب العباد أكد الهم، لكن العمل ده كان مجرد غزل ومحاولات، لكن ما زالتش لسه، لازم طرف اخر، والطرف الاخر مفيش، معرض. وضحت؟ فاذا ندرك هذا المعنى، وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، معاذ الله من اول لحظه. فاذا اين همه ناحيتها؟ مفيش هم. لذا قلت كذلك نصف عنه السوء مقدمات الجماعة، والفحشاء الفاحشه نفسها. بل سامحونا لولا ضيق الوقت كنت فصلت. أنا مع بحثي في سورة يوسف خرجت بثلاثين دليل على براءة يوسف من الهم بها، ثلاثين دليل في الآيات، من أوضحها هذا النص، وأشد منه عبارة الشهد الوحيد امرأة العزيز نفسها لما راوده النسوة وأيقنت أنهم وقعوا فيما وقعت فيه من حب يوسف، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الفاء في التعقيب والترتيب والسرعه، يعني من اول لحظه طلب العصمه من الله فاستعصم. فان كانت الشهد الوحيد قالت فاستعصم، من يدينه بعدها؟ لما يطلع الكتاب يقول لك لا ده جلس بين اربعها وفك دكه السروال وطلع لأبوهم الحيطة وقال له اعتز سلامات. هذا ضلال مبين، وهذا إفك مبين لا سند عليه. القرآن نفى هذا كله، بل حتى النسو أنفسهن لما جمعهن الملك في النهاية
قلنا حاش لله ما علمنا عليه سوء ولا من سوء. لماذا جاء بمن؟ عند أهل اللغة يقول منه نزائدة ويفسر الآية ما علمنا عليه من سوء أي ما علمنا عليه سوء. الحقيقة علماء القرآن لهم تذوق عالي، قالوا ليس هناك في القرآن كله حرف زائد، كله اللي زود حرف الإنسان ونقص حرف الإنسان، لكن رب العباد لا يأتي إلا بأحكم بيان. لذا قالوا من هنا ليست زائدة لكن سموها مزيدة، زيدت لمزيد معنى. لو قلنا ما علمنا عليه سوء يبقى نوع ما من السوء المتعلق بالفحش، لكن من سوء أي نوع من السوء، لا في هذه ولا في غيرها، فمن تفيد العموم. وضح الدقة العجيبة. ما علمنا من سوء، ومرة عز نفسها قالت الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ففي كل المواقف جاءت براءته، فكيف نتهمه؟ إذن الهم أول عمل قلب. إذا الاهتمام بتاعك ده وصل لمرحلة حرك قوة قلبك ليحرك جوارحك سميت مرحلة العزم. يبقى إذا اجتمع الهم تحرك العزم، العزم مرحلة لاحقة على الهم. ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولم نجد له إيه؟ عزمة. فإذا عزمت فتوكل، فجعل العزم سابق على العزائم. فاصبر كما صبر أولو العزم، سمى الأنبياء أولو العزم رسل، ولقب هذا العزم مرحلة مرحلة عمل قلب. فإذا اجتمع العزم تحركت الإرادة. الإرادة يعني إيه؟ أحدد الهدف وأسباب الوصول إليه، ده معنى الإرادة. ها؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم. فرتب العذاب الأليم على الإرادة من غير فعل، من غير فعل. الإرادة قضية طويلة، من كان يريد العاجلة إرادة. ها؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، من كان يريد الحياة الدنيا زينتها. يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة، يا النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا زينتها فتعالين أمتعكن. مجرد تغير الإرادة أمره الله بطلاق نساء، تغير الإرادة من غير فعل، شيء عجيب. القرآن مليء، هذه قواعد لابد أن ندركها. يبقى دي مراحل عمل القلب. عمل الجوارح يأتي بعد هذه المراحل الخمسة. رب العباد لما أطلع الملائكة أطلعهم على الهم، لكن الهم في الطاعة يقينا سبقه فكرة وخاطرة، فيسجل الأجر على الكل. الحد الأدنى اللي يعطوه له 10 على أقل عمل عملته، إلى 700 ضعف، إلى أضعف كثيرة. من أين أتت؟ من عمل القوة الثلاثة، الهم والعزم والإرادة. واحد أثناء التنفيذ همته 5%، والثاني 15، والثالث 35، والرابع 65، والخامس 95. هل يستوون في الأجر؟ وكذلك العزم، واحد عزم 6%، الثاني 26، الثالث 46، الرابع 66، الخامس 96، هل يستوون؟ وكذلك الإرادة. فعلى حسب تباين الهم والعزم والإرادة تباين الأجر صعود ونزول. وضحت؟ كم فاتنا من الخير؟ كم طاعة أديناها أخذنا عليها أدنى أجر؟ ولو أن لنا فيها هم وعزم وإرادة لأخذنا عليها آلاف ضعف ما أخذنا. وصلت؟ ها؟ ده أول جزء في الحديث. يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبها 10 سنة ضعف، إلى أضعاف كثير. وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها، وده الشاهد، هم ولم يعمل، ما في عمل خالص أي، فاكتبها حسنة. يعني ممكن تكتب لنا حسنات من غير فعل؟ أيوة أيوة يا أخوانا، ده نص من غير فعل، هم فقط بقلب كتبت له حسنة. طب ده إذا هم بس، طب لو هم عزم
طب لو هم وعزم وأراد؟ جاءت النصوص أن من هم وعزم وأراد وحيل بينه وبين الفعل أخذ كامل الأجر من غير الفعل، من غير الفعل. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس أربع، رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على أملاك مالي في طاعة الهوها، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته ماله فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان من الطاعات. طيب هذا الرجل ملك مال أنفق؟ يقول ابن القيم: انعقد همه وعزمه وإرادته أنه لو ملك ما فعل إلا فعل فلان. يقول النبي: فهما هو من أنفق في الأجر سواء، فأخذ على الهم والعزم والإرادة كامل الأجر من غير فعل. وصلت؟ كم من خير فاتنا؟ الصحابة أزكى منا بمراحل، أقول بمراحل. كل الأعمال يا إخواننا كانوا يبحثوا عنها إيه أعلى الأعمال اللي أخذ عليها على الأجر، وذلك كم أسئلتهم دارت على هذا: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ يا رسول الله أي الأعمال أرجى عند الله؟ يا رسول الله أي الأعمال أرضى لله؟ أي الأعمال أعظم أجر عند الله؟ ليه يبحث عن هذا العمل فيعقد عليه الهم والعزم والأراد؟ إن مكن من الفعل فعل، إن حجب عنه أخذ كامل أجر من غير الفعل، في الحالتين كسبان. وصلت؟ ولذلك ما تركوا خير ولا باب من خير إلا ولجوا هما وعزما وإرادة، فإن مكنوا فعلوا وإن حجبوا كتب لهم كامل الأجر من غير الفعل. ده منهج تربوي، وتربوي خطير جدا. إحنا عكسنا الآية: يا عم الشيخ العمل ده حلال ولا فرض ولا سنة؟ إن كان فرض مضطر لي، سنة مع سبق الإصرار والاستطرار سد مش هنعملها، أليس كذلك؟ إحنا جايين ناويين، لو الشيخ قال سنة مش هننفذها خالص. ها يا عم الشيخ العمل ده حرام ولا مكروه؟ إن قال حرام يبقى مضطرين، مكروه مع سبق الإصرار والترصد هنعمله. إحنا في مصيبة كبيرة. وصلت؟ احنا نبحث عن الادنى لا عن الاعلى، بننزل بالهم والعزيم والاراده ما بنطلعش، فالفارق بيننا كبير. ماشي. ثم قال بقية الحديث: واذا هم عبدي بالسيئه ولم يعملها، بمقاييسنا العقليه ان هم بالحسنه ولم يعملها كتبت حسنه، طب لو هم السيئه ولم يعملها هتكتب سيئه. الحديث وارد في روايتين: رواية تكتب حسنة ورواية لا تكتب. إمتى لا تكتب وإمتى تكتب حسنة؟ إذا هم بالسيئة وقف له العزم يبقى واحد لواحد تعادل، من لا يكتب شيء. هم بالسيئة وقف له العزم والإرادة يبقى اثنين لواحد تكتب له حسنة. كل ده بدور في صدرك وانت ولا دريان. الشاهد اللي عايزين نوصل له: وإذا هم بالسيئة وعملها فاكتبوها سيئة، فإن تاب أو استغفر فامحوها. طيب عمل السيئة ينظر ست ساعات أو على الأقل بين الصلوات لا تكتب. طب استغفر وتاب لم تكتب، صلى لم تكتب، تصدق عمل عمل صالح لا تكتب. طيب واحد نت عمل السيئة ولم يصلي الصلاة في وقتها كتبت، كيف الخلاص بعد أن كتبت؟ دي المرحلة رقم 2. يبقى الأولى العفو عدم الكتاب. المرحلة الثانية ما كتب، كتبه الملائكة هو الكتاب معهم. الكتاب ينظر صاحبه عام من شعبان لشعبان، والراجح من ليلة النصف من شعبان ليلة نصف شعبان، عشان نعمل سبنا بقى ليلة، هي الليلة جاية ليلة النصف الليلة جاية ليلة 14 غدا ليلة 15. وضحت؟ فالكتاب هيختم وإلى الله يرفع. اللي كتب كيف الخلاص بعد أن كتب؟ مجرد ذكرك له وندمك على فعله واستغفارك منه الملائكة تمسحه بعد أن كتب. محوه بعد الكتابة يسمى المغفرة،
وذلك ربنا لمز الآية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ختمها بقوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. كل واحدة متعلقة بمرحلة. واعف عنا عرفناها ما فعلناه لم يكتب نسألك أن يكتب. طب واغفر لنا اللي كتب ولم يرفع نسألك أن يغفر. المغفرة من أين جاءت في اللغة؟ أصلها في اللغة أخذت من المغفر، المغفر الإبرة أو المخد. وكأن الكتابة بعد أن كتبت الملائكة يغطوها ويحيكوا عليها بالخيط فلا تظهر في الكتاب. ده معنى المغفرة. يبقى الذنب الذي كتب ولم يرفع نسألك أن يغفر يمحى فلا يرفع إلى الله. طيب اللي اتكتب عنا السنة كلها هيرفع الليلة الجاية. مطلوب ان احنا الليلة نستميت في طلب المغفرة لغاية ما ربنا يمسح كل اتكتب في ايدين الملائكة. الآن لو صدر الأمر لهم بالمغفرة غفر مسحوا فأصعد الكتاب بلا ذنب. وصلت؟ لذلك سن لنا النبي في هذا الشهر الاكثار من الصيام ومن الصدقات ومن القيام ومن صلة الارحام ومن الطاعات. ليه؟ لان هذه الطاعات هتمحو السيئات المكتوبه، هتغفر بها السيئات المكتوبه. ان الحسنات يذهبن السيئات وهذا من اذهابها، ها، واتبع السيئه الحسنه تمحوها. فمطلوب المحو بعد الكتابه، هذا يسمى المغفره. ولذلك نسأل الله بعد العفو المغفرة. طيب لو ختم الكتاب ورفع، ما دام رفع للحكم هيحكم، هيقاضي، اداك مهلتين، اداك فترة عفو فترة مغفرة وطلعت البعيد نتن، لا استفدت بالعفو ولا استفدت بالمغفرة، نتن هتعاقب. فالذنب اللي رفع إلى الله عز وجل لا تفكر إن هيحاقبك على الذنب لوحده، ده هيجمع على الذنب جميع آثاره. كم أثر الذنب؟ ما تعدش. ابن آدم الأول قتل نفسه واحدة بس، سن البشرية القتل. لا تقتل نفس في التاريخ البشري كله إلا وعلى القاتل وزره وابن آدم الأول مثله. تخيل مع المعاجم في القتل اللي حصل دلوقتي كم الأوزار اللي رحاله. وصلت؟ ده اسمه أثر الذنب. يقول تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. مش دي بس، كل الآثار. احنا أحكامنا البشرية تدور على الماديات فقط، لكن أحكام رب البشرية تدور على الماديات والمعنويات جميعا. ولذلك سمى الله أحكام البشر بالعدل وسمى أحكامه بالقسط. القسط فوق العدل بمراحل. قل أمر ربي بالقسط وأقيم الوزن بالقسط، ها، وأقسطه إن الله يحب المقسطين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أي شيء يسمى شيء ليس فيه ظلم. أقربها بمثال حي عشان ندرك. إنسان اغتصب مال إنسان، أخذه بالقهر، اغتصب بيته زي ما بيعمل اعداء الله الان مع المسلمين، اغتصب بيته وارضه وبلده. طيب هل نتداخل؟ لان كان في قضاء يرفع قضيه وعشان نسترد ماله يدفع مال وللمحامين والقضاء والكتبه، ها، عشان نسترد ماله. وبعد عام من محاكمه ولا عام ونصف العامين يصدر الحكم برد المال. يا سلام، يرقص يحيى العدل. رد المال، آثار المال ردت خلال العام اللي حدث فيه اغتصاب المال. كم أصاب المظلوم من هم وغم وحزن؟ من قضاة الأرض يقدره؟ كل سنة طيبين، لكن العزيز الحكيم يقدره. بل كم ترتب على همه من أثار؟ ده ممكن من أثر الهم ينام مهموم، يجيله ضغط دم، يديله جلطة يموت. لو مات عد آخذ المال قاتله،
ويأتي يوم القيامة قاتل. قاتل أي قاتل، لا يعلم لموت سبب إلا هذا، وإن كان بعيد. الفقهاء لما عددوا القتل قالوا أربعة أنواع: قتل عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ. هو ده شبه الخطأ، أن يكون هو سبب بعيد لكن لا يعلم له سبب غيره. ومثلوا له واقع وإنسان واقف فوق جبل عال والآخر في أسفل جبل، فناداه من أسفل الجبل وكان صوته دهور شديد: يا فلان اتهز واقع. قالوا: عد صاحب الصوت قاتله وعليه ديته. قتل لأنه لا يعلم سبب لسقوطه إلا هذا، صدف ولد، فأصبح قاتله بالصوت. بالصوت سيدنا عمر الخطاب حصل قصة في عصره، بلغه أن امرأة أيم يعني لا زوجة لها حملت من سفاح، فأرسل إليها فمن الرهبة أسقطت جنينها في الطريق، فأرسل لقضي علي قال: حدث كذا، ما الحكم؟ قال: يا أمير المؤمنين، أرهبتها فأسقطت جنينها فلزمتك ديته. خلى سيدنا عمر دفع الدين. ها؟ قال: على من تجب؟ قال: على عاقلتك. قال: مر بني عدي يجمع لها الدين، وجمع لها الدين. خلي بالنا، وده ابن زنا، لكن روح تكون لها كل حقوق الأرواح، كل البشر روح خلقها الخالق. ولذلك قال الفقهاء: لا تذهب روح المسلم سدى أبدا أبدا، حق الله باقي فيها. ولذلك في القتل حقين: حق ولي الدم وحق رب العالمين اللي أزخت روح اللي نفخها في الإنسان. وذلك القاتل لما يقتل عليه عقوبتين: عقوبة الولي الدم سواء بال إن كان عمد يبقى بالقود أولا، فإن كان غير عمد فهو على الخيار بين الدية أو العفو، لكن عليه حق لله زي ما أزهق روح يعتق رقبة يحررها من عبودية، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يحرر رقبته هو من نجاسته ومسخته. ده حق الله، لابد أن نفهم مثل القضايا حقوق رب العباد أوجدها. طيب، مش امرأة، مش الرجل فقط، الرجل نفسه تأثر بالمال اللي أخذ منه أو اغتصب، تأثرت بهمه امرأته. كم أصاب امرأته من هم وغم وحزن بسبب همه وغم وحزنه. قد لا يموت الرجل وتموت من الهم امرأته، يجي لها يد جلطة، عد آخذ المال قاتلها، مع أنه لا علاقة له بها في الظهر، هو قاتلها ولا يعرف لقتلها سبب إلا هو. ليس زيادة فقه، كم أصاب أبويه وجديه من هم وغم وحزن، كم أصاب إخوانه، كم أصاب أولاده، كم أصاب خلانه. تخيل كل هذه أثر للذنب، رد المال وبقيت الأثر. إذا العبد رفع ذنبه إلى الله في شعبان مكتوب لسه لم يغفر، عشان نحذر والليلادي والليلة جاية نستميت في طالب المغفرة. إذا رفع الذنب رب العباد يجمع عليه كل آثار. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. جمع الذنب وآثاره يأتي العقاب والمصائب لا تنزل عليك، فكل مصائب سببها هذا. وما أصابك مصيبة فبما كسبت أيديكم، هو ده الكسب. إذا ندرك الله، طب كيف الخلاص من الذنوب التي رفعت وآثارها والعقوبات التي ترتبت عليها؟ لا سبيل إلا الرحمة مع ملحوظ. ذكر هنا بعد المغفرة الرحمة في سورة البقرة. في سورة آل عمران جاء ببديل، فذكر بعد المغفرة تكفير السيئات، لم يذكر الرحمة. ففهم من هذا أن الرحمة هنا ليست عامة بل خاصة بتكفير السيئات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا السيئات. ايه السيئات؟ الذنوب اللي رفعت والاثار التي جمعت والعقوبات التي ترتبت، سمى كل دول السيئات. كل واحدة من دول تسيء صاحبها، لذا سمت سيئة. وفي الحديث: من سرته حسنته وأساءته سيئته ألمته وأرقت فهو مؤمن.
فالسيئة التي تسيء صاحبها تؤلمه تتعبه بلغة عصر. واضح المعنى ده؟ ولذلك اللي يفهم القصة دي على هذا الوجه ملائكة الله عز وجل. رب العباد يحكي لنا موقف حملة العرش فيقول الذين يحملون العرش حوله ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. لما علموا حب الله للبشر وتكريمه للإنسان وتفضيله له على سائر الخلائق جعلوا جزء من عبادتهم لله الدعاء للإنسان. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ها ومين وأزواجهم. يعني أنت ممكن تنسى الولية في الدعاء الملكة لا تنساه ها. كم واحد في نسى الولية؟ كل واحد يراجع نفسه. الله يرحم أحد علمائنا الأفاضل رحمة واسعة كان عالم كبار علمائنا فمجموعة من الشيخ الفزور. فالرجل قاعد وبعدين عايز يجيب له من شيء فعايز ينادي مراته فعاد يتغزل فيها يا أمرة يا فلة يا وردة يا ياسمينة. فالشيخ قال له يا مولانا بلاش غزل اللي احنا قاعدين يعني خليه بينك وبينها. قال له سامحني اصلا نسيت اسمها. فاللي نسى اسمها ادعو لها كل سنة طيبة. الملائكة دعوا لها أه؟ ربنا ادخلهم جنات عدن لا تعد من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. الشاهد هو وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فنصصوا على أن أعظم الرحمة التي يعطاها العبد يوم القيامة تكفير سيئاته، يبقى الخلاص من الذنوب والآثار التي ترتبت عليها والعقوبات التي حكم بها. واضح المعنى الداخل ده؟ عشان كده مطلوب مننا ان احنا ندعو بالسلاسه. يبقى نقول طبعا عمرنا بندعو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تسال اللي بيدعو ده معناها ايه؟ ايه اللي انت بتطلبه؟ تايه ولا داريان بحاجه. فاللي بيدعو هو تايه، كيف يستجاب له؟ الان هتدعو من غير توهان. واعف عنا عن يا رب نسالك الذنوب التي اقترفناها ولم تكتب الا تكتب. واغفر لنا يا رب الذنوب التي كتبت ولم ترفع نسألك أن تمحى قبل أن ترفع. وارحمنا يا رب الذنوب التي رفعت والآثار التي جمعت والعقوبات التي ترتبت نسألك أن ترحمنا بالخلاص منها. يبقى عرفت الفارق، وضحت ها، اتفهم معنى السلاسة. هي دي قصة شعبان. يبقى الإنذار عام عشان المغفرة، وقبل رفع الأعمال ونقع في حرب السيئات وعقوبات رب الأرض والسماوات. خلاص من أقل الذنوب هو الدعاء. أي طبعا الرحمة مش الرحمة بس، الرحمة الخلاص بطلب الرحمة بالاستغفار أيضا منها، لأن الاستغفار مستمر حتى لو رفعت، بالضراعة لله بالإكثار من الطاعات، بالندم المستمر. كل هذه الأمور تجعلك يعني محل النظر لله، النظر إليك خلاص كفر سيد. مشكلة شيخ لك حوالك حاجة لهم حال الله خوف الجامد أثار اللي أنا تخيل عليك أذنب حق واحد أمراض تتأثر، فإزاي أعرف أنا مشكلة بانت دي عم فيها إيه؟ احنا وضحنا عشان كل واحد يتلم ويخلي عنده دم. اللهم إني قد بلغت. أنا يعني طبعا عارف المعاني دي نادر ما حد يتكلم فيها، لكن احنا في مناسبتها الآن. وسمعوني الدرس كله راح في موضوع رفع الأعمال، وبقي معنا موضوع تحويل القبلة تحتاج لدرس وحدها، فنجتهد إن شاء الله إما الفجر وإما درس الغد المغرب، غدا درس المغرب إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا خطايانا وذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت تعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا فكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أسرفنا وما أنت تعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الإبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك. اللهم انصر عبادك المسلمين في أرض الرباط يا رب العالمين وفي سائر أرض المسلمين. اللهم سدد رمية الرميم المسلمين. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ارمي برميهم. اللهم أيدهم بالروح القدس من عندك وأيدهم بجند ملائكتك وأيدهم بجند من عبادك. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم عند اللقاء. اللهم احق دماء إخواننا المشردين في أرض الرباط فلسطين. احق دماءهم داو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وفك أسر المأسور المعتقلين. اربط لهم على قلوبهم وأهلهم وذويهم يا رب العالمين. احفظهم بحفظك. ثبت قلوبنا وإياهم على دينك. صرف قلوبنا وإياهم لطاعتك يا رب العالمين. اللهم أوي عبادك المشردين. اللهم ارحم ضعفهم وفرج كربهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم ظمأ فروهم خائفين فأمنهم. اللهم أمنهم في سربهم وعرضهم وديارهم وأوطانهم وأهليهم. اللهم احفظهم بحفظك وكلأهم معناتك واحرسهم بعينك التي لا تنام. احفظنا إياهم من بين أيدينا ومن خلفنا إيمانا عن شمائلنا وفوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب في هذه الليالي المباركة. اغفر لنا ولهم الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها عنايتها وسرها. لا تؤاخذنا ولا تؤاخذهم بذنوبنا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا معهم. اغفر لنا ولهم واعف عنا عنهم وارحم ضعفنا ضعفهم وفرج كربنا وكربهم. اجعلنا وأولادنا ونساءنا وسائر المسلمين رب العالمين جدك المخلصين واجعلنا من حزبك المفلحين. رب اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا في مرضيك عنا. استخدمنا ولا تستبدلنا. لغيرك لا تكلنا. لغيرك لا تكلنا. اللهم اذهب عنا عن المسلمين ليل الظلم بأهله واظهر فينا صبح الحق بعدله. ولي أمرنا والمسلمين خيارنا. لا تولي أمرنا شرارنا. رب لا تجعل للخونة ولا للمفسدين ولا للمجرمين ولا للخائنين علينا السلطان والسبيل. اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم ولي أمرنا والمسلمين خيارنا. لا تولي أمرنا شرارنا. اللهم اجعل أمرنا المسلمين في من خافك واتقاك. اللهم أعد لأمة حبيب محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلفتها الراشدة يا أرحم الراحمين. اللهم مكن أمة المسلمين إقامة دينك وتطبيق شريعتك وإقامة حدودك وإظهار دينك على كل دين. اللهم أظهر بنا بالمسلمين دينك وانشر بنا دينك وانشر بنا عدالتك وانشر بنا رحمتك بين عبادك برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك واختلوالك. عليك بالمجرمين المعتدين على إخواننا في بلاد المسلمين. اللهم كف عنهم شرورهم وأذاهم. اللهم إنا نذرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل دائرتك عليهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم. اطمس على قلوبهم. اشدد وطأتك عليهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم فل حد سلاحهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم من خلفهم عبرة وآية. اللهم طهر منهم البلاد وأنقذ منهم العباد. اكفي لهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم ردنا أمة المسلمين دينك مردا جميلا وخذ إلى الخير بنواصينا وحد صفنا وألف بين قلوبنا. اللهم أعد لأمة محمد قوتها وعافيتها يا رب العالمين. تولى أمرنا لا تتخلى عنا. لغيرك لا تكلنا. ألهمنا رشدنا. قنا من شر أنفسنا. عملنا إله الحق بما أنت أهله ولا تؤاخذنا بما نحن أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقا بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.